نتعرف على طريقة وكيفية حذف ملف شخصي. قوموا بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الحساب، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إلغاء تنشيط الملف الشخصي أو حذفه، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حذف الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حذف الملف الشخصي. وهكذا نكون قد قمنا بحذف ملف شخصي خاص بكم. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. نراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.